صباح الخير ومكملين دنيا دنيا معكم بمطبخ رؤيا ومطبخ دنيا دنيا. غادة التلي بتستناكم، فكروني انا بدي اطبخ من صورة الفيسبوك. خلاص يلا، امتى هتطبخي؟ وقت ما بدكم. طيب الحلقة الجاية. طب اسمعي، الحلقة الجاية خلصت لازم تحرجي. استني بقى، انت اعملي الطبخة. اسمعي، اعملي طبخة صيامي. ايه رأيك؟ اوكي، انت تعملي طبخة صيامي وانا اعمل حلو. بعمل رشتة، تعرف الرشطة؟ رشطة بالعدس. اعمليها. اعمل رشطة. خلاص انت والنهارده ايه، الخميس الاثنين انت معايا؟ الاثنين الاثنين انا معاك. تمام، انت اللي عليك الطبخه وانا عليا الحلو. اوكي، طب ليش رندا عازر ورندا نجار وميس ما طبخوا؟ سؤال بفرض نفسه. مش عارف. طيب ما اعرفش. ايش رح نعمل اليوم؟ اكل تركي. أكل تركي زاكي، محاشي تركية. والله كتير فكرة لطيفة أنك تعملي أكل صيامي. صح؟ كتير. بس سهل هو الأكل الصيامي، ما بده. معلش بس في ناس كتير بيطلبوا أكل صيامي. ما عملنا رشطة. ما بدنا؟ ما عملنا رشطة. لا لا، كمان محدش عملها. لا خلاص، أوكي، يوم الاثنين إن شاء الله. ممتاز. يلا بدنا نعمل الدولمة التركية اللي هي محاشي باعتبار تركي، بدنا نعمل كمان البقلاوة. يلا. بإيش؟ بالفستق. انا وغادة نعرف نحكي فستق تطلع بالفستق. طيب خلينا نشوف المقادير، وكمان ابعثوا لنا اليوم على الفيسبوك للي حابب يشاركنا. رح نبدا بالدولمه، بس بدي احكي تبعثوا لنا على الفيسبوك ايش حكام اليوم، نقرا هيك حكام. يلا والله والله زمان الحكم ده. يلا رح نبدا، او رح نحتاج لكوب من الرز، نص كيلو لحمه، كوب بقدونس، وأربع حبات طماطم، بصلة، ومعلقة كبيرة نعناع ناشف، معلقة كبيرة سمنة، ومعلقة كبيرة من الزيت، مكعب مرق، ملح وفلفل. للحشي بنحتاج كوسة، فلفل، بتنجان، وورق. كل اللي هم عايزينه، أي حاجة كله شغال. المحاشي بتاعت تركيا كتير شبه المحاشي المصري، شبه المحاشي في مصر. يعني في مصر بيبقى فيه المحاشي ليها بيتحط لها خضره، هنا ما بيتحطلهاش خضره. فاول حاجه هنعملها بقى ايه، هنحط الوصفه دي طبعا تركي، انا يعني قولي هي عندي من زمان، بس انا مأكده عليها من واحده ست تركيه جت اخذت عندي درس تزيين كيك. أوكي. اسمها نضال، ست كتير لطيفة. صبح عليها. هلا هي نفس الإشي ولا في اختلافات بحشوة عن المحاشي تبعتنا؟ أنا ما كنتش بحط نعناع ناشف، هي قالت لي حطي نعناع ناشف. وهي قالت لي إنه الحاجات لازم تكون صغيرة اللي هتحشيها. يعني الحجم. قد ما تقدري تخلي الأحجام صغيرة. وهي كمان قالت لي على فكرة دلوقتي، يعني أكيد في ناس كتير عارفينها بس أنا ما عملتهاش غير يعني منها. فدلوقتي هنعملها ونشوف كله مع بعض. بس أنا بحب المحاشي دي كتير، وهي كمان قالت لي إنه لازم اللحمة تبقى كتير. يعني قالت لي إن هم كل كوباية أو كوباية ونص رز لو عملوه باللحمه طبعا بيحطوا لها تقريبا كيلو لحمه مفرومه. قالت لي اللحمه بتبقى اكتر من الرز، بس انا النهارده عملتها بنسب متقاربه يعني. فهنحط زيت، وطبعا المحاشي يعني حتى لو انا كاتبه معلقه او معلقتين، بس المحاشي بتحب السمنه يعني. طيب نبدا بالخطوات وبعدين رح نقرا من الفيسبوك. شو اول شيء؟ بس شويه سمنه وزيت. يعني بتاخد بصل، يعني لو بصلة تبقى بصلة كبيرة أو بصلتين معقولين يعني، بس هو المحشي برضو بيحب البصل. إيناس من قطر بنصبح عليكي، وسوزان عتوب. شكرا يا سوزان، وصل سلامك. جهاد غزال، محمد جرار، روبا طراونة، روان كمان بنصبح عليكي، رشا عواد، كلهم بيسلموا عليكي يا غادة. يا صباح الفل. أم ساري، راما فرح، حنين خضر، معروف بتحكي لنا اعمل ما في اليوم ياتيك ما في الغد. حلو. لانا شاهين. اسمعي، واهم حاجه اهم حاجه اهم قولي. حاجه يا جماعه، ما تصفوا النيه. مش فكره صفوا النيه. يعني ما تخلوش اللي حواليكوا يحبطوكوا، لان في ناس كتير بيبقوا حوالين حد ناجح بينزلوا بيه تحت. دايما خلوا قدامكوا هدف كده، انا كده بمشي،
عارفه اللي الحصان مش لما بيمشوه بيحطوا له هنا حاجتين عشان ما يشوفش يمين وشمال، انا كده بمشي يعني عندي هدف ورايحه له. اللي على الجناب دول بيتكلموا او بيحاولوا يحبطوا او يعني مش شايفاهم، فاهمه قصدي ازاي؟ لانك لو التفتي للناس اللي عايزين يحبطوكي مش هتوصلي لحاجه خالص. صح. فيعني دي دعوه ان كل حد عنده جوه حاجه كويسه كبروها وما ما تخلوش الناس تحبطكم. طيب حطينا البصل، هنحط اللحمه. زي ما قلنا في ناس بتحطوا ني في ني كله، بس انا حبيت طعمه اكتر لما بحطه شويه على النار لانه بسبك القوطه معاه الطماطم. اوكي طيب هناخد الطماطم اللي عندنا. احنا بنعمل ايه؟ هو الدولمه دي فيها طماطم، عصير طماطم. معايا يا لولو؟ لا بس في شيء كتبته احسان كثير حلو، احنا معك الخطوات. يهب الله كل طائر رزقه ولكن لا يلقيه له في العش. يعني مزبوط 100%، ربنا بيرزقنا وربنا بيباركنا وربنا بيعطينا، ولكن بالاخر احنا بدنا نسعى وبدنا نسعى. يا عبد وانا اسعى معاك. ما ينفعش الواحد يبقى قاعد ويستنى الحاجه تيجي لغايه عنده. بس ده ما يمنعش طبعا ان في ناس محظوظين. لا يعني شوفي الحظ هو جزء غاده يعني طبعا، يعني مش والله هذا الحظ ضرب معه ولا الحظ ضبطت معه وخلص وصل للي بده اياه، يعني الحظ جزء. وانا بحس ربنا بيعطي اللي هيك نيتهم صافيه. اللي مصافين النية. بصي هنقور بس القوطه الطماطمايه البندورايه اللي عندنا. واللي هيطلع من جوه هو اللي هنعمله عصير. اوكي اوكي بس لازم تكون هيك في كبيره طبعا الحجم. يعني تكون شويه متوسط حجمها وتكون جامده. اوكي تمام اهي. بيحكوا لك هاي نفسها العراقيه؟ في سؤال. لا العراقيه بيحطوا لها فول وبيحطوا لها فول اخضر وبيحطوا لها توابل تانية مخصوصه بتبقى عندهم كمان بيجيبوها من العراق. انا كذا واحده قالت لي في توابل بنجيبها مخصوص من العراق، بس هم شبه بعض. اوكي. طيب دلوقتي هنحط الطماطم، لو الطماطم مش حمراء قوي زي اللي عندي ممكن نحط شويه صلصه. بنحط شويه صلصه بتديها لون وبتبقى احلى. طيب اذكر بس بشكل سريع، حطينا بصل والبندوره وربع البندوره، وايش كمان؟ بس وسمنه. طبعا سمنه وزيت. خلاص دلوقتي هنحط ملح وفلفل وهنحط مكعب المرق اللي عندنا. في عمر بحكي لك ايش بتحطي نوع جبنه للفطاير؟ الفطاير بحط لها فطاير العربي بحط لها جبنه بيضة. منى زيدان صباح الخير، روان يوسف كريم جبنه النابلسيه يعني او حلوم، كتير بتبقى حلوه بالحلوم بس الحلوم سعرها اغلى شويه. بس بتبقى برضه حلوه. في بيسالوك ممكن نعمل وصفه سمك او جمبري حار او وصفه خليجيه للسمك؟ انا كتير عملت سمك انا بدبس الرمان من حوالي اسبوعين ثلاثه، طعمه رائع رائع. وان شاء الله الفتره اللي جايه هعمل سمك سنجاري بتاع اسكندريه، السمك السنجاري. ياي اوكي. امتى رح تعمليه؟ الاسبوع الجاي؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله. امل تايه شكرا لك. امل جميله، امل صديقتي من اربد بترسلنا كمان. طيب احنا كده خلصت. انا بس كنت عايزه شويه الصلصه تتسبك عشان ما تبقاش ميه وتروح كلها قيمتها في او تروح طعمها كله في الطبق واحنا بنلف مش هتبقى معانا. فكده خلاص تمام. عمر الفلتاوي بنصبح عليك. طيب ده الرز اللي عندنا، هنحط له النعناع الناشف. برضو بتاخد بقدونس كتير، مش قليل ابدا يعني الخضره فيها البقدونس كويس شويه حلوين يعني. نهى عصفور يعني شايفه الخضار لازم يبقى طاغي على على الرز على اللون.
اصلا ريحه النعناع تجنن. خلاص هنحط دلوقتي الخلطه بتاعتنا. عم بيسألوا عن البركة التركية عملناها ولا؟ هي عملناها وكتير صح؟ طلعت حلوة وكتير عليها فيوز على اليوتيوب، كتير لذيذة كانت. هدى عبد ربه صباح الخير، وسهى بكر لا تخاف من مواجهة الحياة، فإن بدأ عليك الخوف زادت عليك الصعاب. أحمد شكرا لك. والله كتير في حكم حلوة بتمس. هذه حلوة. ماذا يهمني اتساع العالم، أو ماذا يهم اتساع العالم وحذائي ضيق؟ يعني في أشخاص بحبوا يعملوا كل شيء بالحياة لكن تفكيرهم لسه مش يعني متسع باتساع طموحهم. مظبوط. بس برضو أنا يعني أنا بشجع كل واحد جواه حاجة إن هو يعملها، وكتير صدقيني كتير 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 عنصر الإحباط كتير بينزل. يعني زويل، دكتور زويل طبعا قال مرة، كتب جملة، يعني قال جملة وأنا نزلتها يمكن مرتين عندي على الصفحة، إنه الغرب ليسوا عباقرة ونحن أغبياء، ولكن الغرب يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن ندعم الناجح حتى يفشل. هو هي مش مظبوطه 100% بس في منه موجود. صح، موجود. في منه. يعني لما حد بيشوف حد ناجح بيحاول يخطف. يعني مش يعني انت مثلا اي حد في مجال شغله ما بتلاقيش كل الناس مثلا حلو ما اللي عملتيه، لا حلو، لا بالعكس يقولوا لك انت ليه عامله. يعني مثلا انا على مثلا شغلي مثلا الاكله مالحه، الاكله ما فيهاش ملح. طب ما فيهاش ملح يا جماعه، ما فيهاش ملح، لو عملته كده هيتظبط الملح، ما فيش داعي تقول يعني تبقي واقفه مثلا وعامله. زي ما حكيت الواحد خلص دايما ياخد الكلمه المنيحه اللي مش عاجبته ما يسمعها. بالظبط كده. يا حلو. طيب دلوقتي عملنا الخلطه، بس انا دايما لازم بحب ادوق. ممتازه. اوكي. طيب هناخد الحله اللي عندنا طنجره، هنحط فيها بطاطس. وهنحط فيها بصل حلقات، وهنحط فيها طماطم. اوكي. وبعدين ده كله هنحط شوية ملح وفلفل عليه. سماح العساف شكرا على المشاركات. وبتول الزعبي يوجد دائما من هو أشقى منك فابتسم. طبعا الحمد لله. هاي حلوة. الحمد لله دائما وأبدا. وكمان عبد الله بنصبح عليك، بسام ابو جوده بيحكي بسام الفرق بين الدولمة العراقيه والتركيه، العراقيه بيعملوها بدبس الرمان. في بيحطوا لها بس هو مظبوط، في بيحطوا لها، وفي التركيه لعلمك في ناس بيحطوا لها دبس الرمان، بس انا ما حطيتش لانه لقيت الاغلبيه ما بيحطوش. طيب فين الخضار؟ عمر وسيف ابو زايد وكمان سلافه الشيخ، منى جبره بتسالك الرز مصري ديانا زهران ولا بسمتي؟ لا مش بسمتي خالص. مش بسمتي. طيب سنة زايد ودينا، دينا هيني قرأت بنصبح عليك يا دينا. جهاد غزال ميسون وتالا الكوريني بنصبح عليك. طيب شوفي احنا دلوقتي بنحط كل المحشي، هنحطه كده هنملى الحلة طبعا. أوكي. بالمحاشي اللي عندنا ورق العنب كمان لفيته أنا ورق العنب، بس عملنا إيه إنه كل كمية لفيناها بفتلة. برضو كده عملت كذا واحدة كذا واحدة وبتحطوها، وبعدين بنحط بس مية. اللي عايز كمان يحط مرق مكعب هنا بيحط وشوية زيت. أوكي. المية لوين توصلت؟ نصه.
نصه. بس للنص مش اكتر من نصه ابدا، ما هو واقف. اوكي بده وقت كتير ما بياخدش ساعه، ما بيحصلش ساعة. ساعه لا ما بيحصلش ساعه. حلو. اوكي ما بيحصلش ممتاز. ساعه وبعدين بحطه على النار بس يغلي غلوتين، وبعدين بخلي النار تهدى، وبعدين نطلع بقى حله المحشي. ترى ترارارا. كتير الورق عنب لذيذ، وهو كل شويه غريب الفكره والله. اذا هاي هي الدولمة التركيه عم نشوفها على الشاشه. يسلموا ايديكي غاده. اهلا وسهلا. بعد الفاصل راح نحضر البقلاوه التركيه، استنونا.